المشروع هذا كان العالم كلها تقعد بيوت تسهر بيوتها، هلا عم بتلاقيهم قاعدين بالطرقات برا تحت مجمعين كذا عيلة قاعدين وعم يشربوا أرجيلة وبيسهروا. I felt that the most abandoned area in Lebanon is Ouzaï. It's been 40 years, nobody is taking care of it, not the government, not the local parties, not even the local people. وهذا الشيء اكيد حيغير حياة عالم، ودجا نحن لفت انه قاعدين هون وعم نتواصل مع ناس جايين عم بيشاركونا بنفس البروجي، هذا شيء كثير بوزيتيف.